السي مبارك بوصوفة معك ميكرو 36. اولا برافو عليك، راك سبح حقيقي، واخيرا فرحتينا وحيدنا العقدة ديال جنوب افريقيا. الحمد لله، احنا فرحانين بزاف حيت حيدنا العقدة ديال جنوب افريقيا وحيدنا جنوب افريقيا بجوج. تبارك الله عليك، واش في خبارك السي بوصوفة؟ هاد جنوب افريقيا راه كانوا دايرين لينا العصا في الرويدة في الكرة وفي الصحراء المغربية، ولكن في هاد الماتش عقدتوهم. ايوا، هدف الخير على الصحراء ديالنا وعلى المنتخب ان شاء الله. ان شاء الله سمعنا كاع اللعابه قالوا بانهم مستعدين للفوز في الماتشات الماجيه، واش نعولوا عليكم كلمه ديال الرجال؟ وي الحمد لله، احنا راه تاهلنا بتسعود ديال النقاط، هذه حتى واحد ما كان يطيقها. دابا ان شاء الله الكاس يكون ديالنا وغادي نتقاتلوا واخا نعرفوا نلعبوا مع مغرب 13. برافو عليك سي بوصوفة ونعم الاسد. كيفاش كيبان لك المدرب ديالنا رونار؟ وهو مدرب في المستوى وشكرا ليه، حيت معاه حيدنا كاع العقد ديال كاع المنتخبات. انسان كيخدم من قلبه، داكشي اللي كيديرو هو في 90 دقيقة ما داروش رئيس الحكومة في 4 سنين هذه.